يا مساء السعادة والنشاط والحيوية وكل حاجة حلوة عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معاكم فيديو جديد على عالمنا عالم كوكيز، هنشوف فيه بعض الحاجات كده اللي تخلي حياتكم كلها نشاط وحيوية، حاجات هتتحفزك ان انتي تقومي تخلصي كل حاجة وراكي، وترتيبات وتنظيمات حلوة، وافكار كمان لديكورات البيت جميلة جدا تقدري تعمليها في بيتك، فهتعملي كده ميكس حلو ما بين ان انتي تتنشطي وتقومي تروقي كل حاجة وراكي، وما بين ان انتي كمان تعملي افكار جديدة في البيت تغير منه. تعالوا بقى نبدأ الفيديو كده ونشوف السيدة الأجنبية اللي معانا النهاردة، ونشوف الافكار اللي هي بتعملها عشان نستفيد منها كده، ولو حاجات بسيطة نقدر ان احنا نعملها ونتحفز. اول حاجة هنا بدأت ان هي تغسل التلاجة بتاعتها، وهنشوف ازاي هي بتنظف المطبخ بتاعها. بدأت تستخدم جهاز هنا البخار عشان تنظف كل الحاجات الموجودة على الرفوف، وغسلت كويس جدا الادراج والابواب كويس، وبعدين بدأت ترص الحاجات بتاعتها، خلت تلاجتها نظيفة بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. كمان هنا بدأت عندها في المطبخ ترابيزة كده في الكورنر بتاعت الاكل اللي هي ترابيزة السفرة، بدأت ان هي برضو تنظفها وتحط الديكورات واللمسات بتاعتها، وكمان البار الصغير اللي موجود في نص المطبخ. هنا هي الكورنر ده عاملاه زي سفرة زي ما انتوا شايفين كده في التلفزيون، وكمان هنا ترابيزة تانية حط عليها كده الديكورات. ده كده المطبخ بتاعها بعد ما خلصته خالص، بقى طبعا جميل ونظيف وحلو قوي. تشجعي وقومي خلصي كل حاجة وراكي كده زيها. تعالوا كمان نشوف من الحاجات الحلوة اللي هي بتعملها. عندها هنا الحوض عشان تحافظ عليه دايما، بتستخدم وصفتين حلوين. الوصفة الاولى عشان التعطير عبارة عن مية بتغليها على النار، بتحط فيها ليمون وروزماري وقرفة، والوصفة التانية بتحط البيكربونات الصوديوم مع الخل. اول حاجة كبت مية سخنة هنا في الحوض، وبعدين بدأت تعمل بالبخاخ اللي فيه الكربونات والخل، وغسلت الحوض كويس جدا، وبعدين استخدمت البخاخ التاني اللي هو فيه الليمون والقرفة والروزماري علشان تخلي ريحته حلوة على طول. كمان برضو من الحاجات الحلوة اللي عاملاها في المطبخ اللي هي تنظيم الادوات بتاعة التنظيف والمنظفات بتاعتها. هنا زي ما انتم شايفين كده منظمات مختلفة، في اللي هي الادراج وفي اللي هي البوكسات دي، وحطت على كل بوكس كده الليبل بتاعه، وبدأت ان هي تنظمهم بالشكل الحلو ده في الدرفة اللي هي كده تحت الحوض. بدل ما تبقى مكركبة عندك اعملها تنظيم حلو كده، تسهلي على نفسك ويبقى شكلها حلو. طبعا هنا كمان برضو ندخل على غرفة النوم اللي عندها، وازاي هي بتهتم بنظافتها، برضو تحفزك ان انت تقومي ترتبي كده سريرك وتحطي عليه كوشنز حلوة، وتلمعي كمان الازاز والموبيليا اللي عندك مع ديكورات كده ولمسات بسيطة عندك في الغرفة، هتحوليها الغرفة جميلة جدا ان شاء الله. وهنا برضو افكار حلوة تقدروا تاخدوها للديكورات واللمسات المختلفة اللي تقدروا تعملوها عندكم. تعالوا بقى ندخل للجزء المهم من الفيديو، ومن الحاجات الهاند ميد اللي انا بحبها جدا بجد، وبتبقى لما بتعملوها بايديكم بيبقى ليها طعم تاني كده. هنا بدأت ان هي تجيب، ده عبارة كان عن وردة بتاعت اطفال، يعني حاجات الالعاب بتاعت الاطفال، بدأت ان هي تقصهم لوحدات كده منفصلة، وثبتتهم على طبق، وبدأت ان هي تحط مراية في نصهم، وعملت منها طابلوهات حلوة جدا او براويز او مرايات حلوة جدا بعد ما رشتها بالسبراي الذهبي. بجد بقى شكلها بجد يعني باينة زي ما تكون حاجة انت شارياها غالية جدا، ومش باينة ان انت اللي عاملاها، ممكن تكون بأبسط حاجة موجودة عندك. ممكن لو الورد ده مش موجود عندك انت تقدري تعمليه من السلك، ان انت تتنيه زي كوس كده وتبتدي تغلفيه بالكرتون او تغلفيه بالقماش، هيديكي نفس النتيجة. برضو هنا برضو عملت حاجة حلوة كده لديكور لطيف لترابيزة السفرة، جابت هنا قطعتين من الخشب كده الطويل، ممكن تعملوه بالكرتون المقوى، وثبتت عليه مرايات زي ما انتوا شفتوا كده، وبدأت ان هي تغلف كمان الجوانب باللون الذهبي بشريط كده من اللون الذهبي، وعملته ديكور حلو تحط عليه بقى الشموع او فازات الورد على ترابيزة السفرة. هنا برضو من الحاجات الحلوة الفازات اللي هي عاملاها، وكمان تنفع عليه شمعدان. بدأت ان هنا ان هي الجار اللي عندها ممكن تعملوه باي برطمان او كوباية عندكم، بدأت ان هي تثبت عليها زي ما انتوا شفتوا كده من الشريط الاستراس والشريط سوري الجليتر والشريط الذهبي، وبدأت كمان بولة تانية عملتها بالجليتر وثبتتهم فوق بعض، ممكن زي ما قلت لكم تحطوا فيها شموع او تعملوها زي فازة، فكرتها برضو لذيذة وسهلة جدا. برضو فكرة كمان للتابلوهات والمرايات اللي احنا زي شفناها اول واحدة بتاعت الورد، هنا بدأت بقى تثبت على الجناب حجارة زي ما انتوا شايفين كده، ودهنتها برضو بالسبراي اللون الذهبي، وحطت عليها شوية من الجليتر، وبدأت برضو ان هي تثبت المراية في النص، عملت منها زي ما انتوا شايفين ثلاث تابلوهات برضو حلوة قوي. المرايات من الحاجات الحلوة اللي بتبقى في البيت،
اللي بتدي كمان وسع، اللي هو انعكاس الصورة في المراية. لو مكان عندك ضيق بيديله وسع، عشان كده المرايات من الحاجات المفضلة اللي بتتحط في الريسبشن بتاع الشقة أو مدخل البيت، علشان تديكي مساحة حلوة للشقة لأول حد ما يدخل عندك البيت. هنا برضو من الأفكار الحلوة برضو كمراية لذيذة تقدري تعمليها على الحيطة. على فكرة يعني لو انت بعد ما تخلص كده بصيتي عليها، هتلاقي ان انت بتشوفيها في ديكورات مختلفة جدا في شقق مختلفة، وتفكري ان الحاجة دي غالية جدا. هنا هي عملتها من الشلموهات ومن الكور البلاستيك، يعني ما فيهاش اي تكليف ولا فيها اي حاجة صعبة، وتقدري تعمليها بايدك. كمان هنا برضو فكرة لذيذة وحلوة قوي، تقدري تعمليها ديكور كده لطيف. هنا زي برضو برطمانات او كوبايات موجودة عندك، تقدري ان انت تعملي شمعدان حلو قوي. بان انت هنا عملت عليها الاول شكل كده، بدل ما هي تبقى سادة عملت عليها بالشمع السخن، بدأت تعمل اشكال كده عشوائية، ولما نشف دهنتها بالسبراي. وهنا الاطواق ديت من المحلات بتاعت الهاند ميد اللي بيعملوا عليها التطريز والحاجات دي، تقدري ان انت تثبتي اتنين كده بشكل متداخل، واحد كبير واحد صغير، وتحطي بقى في وسطه كده الشمعة او الورد، برضه هيديكي شمعدان شكله لذيذ قوي. هنا برضو ممكن تستغلي بقى الافكار دي في الحاجات زي كيس مثلا مكسور عندك، تقدري ان انت تثبتيه كده على مراية، مش شرط مراية، ممكن اي حاجة بقى موجودة عندك، خشب او كرتون او بلاستيك، اي حاجة، بحيث ان قطعة تكون تحت وقطعة فوق، زي المنظم اللي شفناه بتاع الكاس. ودي برضو فكرة تانية ليه، قطعتين من المراية مقاسات كده مختلفة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ونبتدي ان احنا نثبتهم في مستويين، ويبقى ده منظم حلو قوي. ممكن تحطي عليه بقى ادوات الميك اب بتاعتك، او تحطي زي شفنا الكاس حطاه هنا في التويليت علشان تحطي عليه الفوط والصابون بتاع الايد، فبرضو دي فكرة لذيذة قوي، تقدري تعملي منظمات مختلفة. كمان هنا برضو ديكور لذيذ جدا، وبالذات ممكن للناس اللي بتحب الكتب، عندها مكتبة من الكتب ومش عارفة تثبت الكتب بتاعتها ازاي. هنا عملت قطعتين كده من الخشب بشكل عمودي على بعض، وبدأت ان هي كمان تزينهم بهنا ده ورق كده فضي بيلمع، وكمان شريط ذهبي، بحيث ان هي غلفت القطعة تماما، وحطت ديكور كده بسيط في نصها. هنا دي ممكن نحط مكانها ورد او اي حاجة متاحة، وعملت قطعتين بحيث ان الكتب تبقى محطوطة ما بينهم كده، وتبقى منظمة جميلة جدا للكتب، في نفس الوقت ديكور لذيذ. تعال ندخل على اخر جزء من الفيديو، وازاي هي بتهتم باضافة كده بعض الزينة للسنة الجديدة. فهنا هي نظمت فيجرات عندها بعض من الشوكولاتة والحلويات، وكمان عملت ديكور كمان لذيذ للتلج كده والغزالة ورأس السنة. هنا كمان برضو تزيينها لشجرة الكريسماس، وازاي ان هي زينتها وزينت الغرفة الليفنج بتاعتها بالشكل الحلو ده. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب تكون سنة كده سعيدة عليكم ان شاء الله. ده كده كان فيديو النهاردة سريع سريع، فيه بعض الافكار البسيطة تقدروا ان انتوا تعملوها. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. بشكركم على الكومنتات وعلى اللايكات، ولو ما اشتركتوش في القناة بتمنى ان انتوا تنضموا لعيلتنا وتشتركوا في القناة، وتعرفوني كده في كومنت علشان ارحب بيكم. يا رب تكون ايامكم كلها خير وسعادة ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتنا عالم كوكيز، وكنت معاكم لومي، ونتقابل بكرة ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام.